كل بني آدم فينا. يعني زي ما أنا عايز أخلق قيمة لابني أو بنتي وأطلعهم حاسس بنفسه إن هو حاجة مفيدة، مش حاجة كده وخلاص، مش على الهامش. لازم الأم تبقى حاسة بقيمتها عشان تخلي بنتها حاسة بقيمتها. الأب، شوف حضرتك ما شاء الله عليك أب فاضل، شوف وصلت لها إزاي إن هي تحس بقيمتها. لو إبراهيم مش عارف قيمته في المجتمع أو في بيته أو في عيلته أو في حياته، عمرك ما هتوصل إن أنت تخلي البنت تحس بقيمتها. فدايما يا جماعة، اللي زي ما قلت خالص في أول كلمة يا إبراهيم، اللي الأطفال بيشوفوه بيعملوه. شايفة الأم جدعة وواقفة وبتشتغل واثقة في نفسها، تلاقيها بنت مستقلة وواقفة على رجليها. شايف الأب، لو شاب طلع شايف الأب قاعد في البيت ما بيشتغلش، مدمن، بيهين أمه أو بيعمل، هتلاقيه في الآخر هو بيته بيعمل كده في مراته وفي ولاده. فيعني دايما بتبقى بيتنا هو يعني المراية اللي احنا بنبص فيها. الله، حلوة قوي كلمة مراية دي، حلوة قوي كلمة مراية دي، يا ريت ناخد بالنا.